رابعة العدوية لسه من أحلام حضرتك؟ كانت من أحلامي قبل الحجاب. ليه بقى؟ لأن في مرحلة في رابعة قبل ما تتصوف بقى وتتحقق يعني وتخش في الطريق ده، بس هي من الأول والله يرحمه الأستاذ عبد السلام أمين صلح سيرتها الذاتية، لأن هي تلميذة الإمام حسن البصري وكانت حافظة للقرآن، يعني ما كانتش بالصورة. هي المشكلة إنها اتباعت، كانوا يعني 4 بنات عشان كده هي الرابعة، اتباعت في أحد الحروب أو الغزوات، فأسيء يعني اتعاملوا معاها كجارية يعني. اه يعني حضرتك كنت إنما شايفة هي ان نص استاذ عبد السلام امين كان هيصلح الصورة او هيغير الصورة اللي متاخدة عند الناس عن ربيع العدوية. بس ربنا عشان ما يحرمنيش منها برضو من كتابات الأستاذ عبد السلام أمين، إن أنا عملت من إنتاجي ذنون المصري، كان بطولة الله يرحمه أستاذنا ممدوح عبد العليم، وعملت بقى لقاء مع ذنون المصري بس رابعة في أواخر أيامها. طيب ما هو احنا لو ربيع العدوية اتعملت ممكن حضرتك تعمليها في مرحلة، ما مش لا يعني ممكن حد يعمل المرحلة الأولى، حضرتك تعمل المرحلة التانية انا كان فبتفكر. نفسي انتجها بس بمين يعني، بس العمر طويل دنيا، كنت هعملها دنيا وهي صغيره لو كنت انتجتها، وتكبر تبقى الله يرحمها مدام دلال عبد العزيز، بس الحلم اه ما الله اتحققش. يرحمها يا رب.